مفيش شك ان قبل ما تتكلم على تحليل مباراه تشبيليه وبرشلونه ما تاخدش جنب واحد. انا برشلونيستا وبقول لك حاجه بسيطه، الموضوع سهل. احنا كنا بنلعب فرقه ممتازه جدا، فرقه عندها مدرب كره قدم بجد مش زي بتاع البهائم اللي موجود في برشلونه، لان جوليانو بتيجي الشوط الاول بعد ما اتفرج عليه كويس وبعد ما كان سايب برشلونه يعمل استحواذ سلبي، الشوط الثاني عارف يلعب كويس قوي قدام برشلونه. ده معناه ايه؟ ان الراجل كان بيتفرج على المباراه في الشوط الاول ويشوف هيلعب على ايه الشوط الثاني. ولو رجعت شفت الشوط الثاني هتلاقي ان جوليلو بتيجي كان بيلعب ورا نيلسون سميدو لما كان سميدو بيتقدم، واول حاجه عملها ان هو راح منزل بانيجا علشان خاطر واحد يعرف يوزع اللعب كويس ويلعب دايما ورا جوردي البا ودايما ورا نيلسون سميدو. علشان كده الراجل قتل لك الموضوع بتاع ان سميدو وجوردي البا بيتقدموا وسابك بقى تلعب في خط النص. ولعبك في خط النص معناه ايه؟ ان الثلاث نقط راحوا يابا وان الموضوع خلصان بالنسبه لك. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اخوك اسلام حنفي ودي قناه اسمها اسلام حنفي، مش تخسر حاجه لو عملت سبسكرايب واشتراك في القناه وممكن كمان تعمل لايك للفيديو. سبحان الله يا صاحبي، بقالي اسبوعين عمال اقول يا جماعه مش مطلوب مننا نعمل اداء كويس، احنا فرقه السنه دي بنقضي السنه باي حاجه خلاص، المهم نطلع بطوله. يعني انا مش منتظر من كيكي ان هو يعمل لي اداء خرافي، خصوصا يعني ان الراجل شغله اتهرس في اول ماتشين كان بيلعب بيهم، الراجل اشتغل بدماغه هو وفشل فشل ذريع، رجع لشغل القديم بتاع فالفيردي، والشغل القديم بتاع فالفيردي مسكه بحذافيره. هتقول لي راكيتيتش فرق معاه البدايه بيه، ولو فرانك ديون كان موجود الموضوع كان اتغير، اقول لك لا، لان اي حد في نص ملعب برشلونه في المتاحين ما بيبقاش بيفرق كتير قوي عن اللي قبله. يعني لو حطيت فرانكي مع ارسور، لو حطيت ارسور مع راكيتيتش، لو حطيت راكيتيتش مع فيدال، فيدال مع، هتلاقيهم كلهم شبه بعض، كلهم نسخه واحده، كلهم بيستلموا ويرجعوا للمكان اللي استلموا منه. يعني مفيش حد فيهم خرافي قوي، مفيش حد فيهم وجوده في الملعب هيفرق كتير مع الفرقه، وحد عدم وجوده هيفرق مع الفرقه، لان الفرقه نص ملعبها ضايع تماما. اما فكره ان انت تبدا مارتن بريس وايت ناحيه الشمال وانك تبدا بسواريز وميسي، دي كانت فكره بصراحه ربنا محتاج انك تفهم ليه. علشان عملت الكلام ده قدام لجانس ونفع تعمله قدام تشبيليه، ده معناه انك منطقيا ضرب المنطق بستين الف جزمه، اللي هو في فرق لما تلعب بين فرقه اخر الدوري ولما تلعب قصاد فرقه ما عرفتش تكسبها الدور الاول. اه طب ما كنتش موجود الدور الاول، بس الفرقه ما عرفتش تكسبها في الكامب نو والفرقه خسرت. يعني ده معناه انك لا، في مشكله، في مشكله وانا بلعب تشبيليه. الشوط الاول، الشوط الاول هتقول لي كنا مستحوذين وكنا عاملين كذا، فين الكره اللي احنا ضيعناها؟ مش عارفين نضيع، مش عارفين نوصل للمرمى. انا كنت قاعد مع جماعه اصحابي بقول يا جماعه احنا نفسنا نضيع كوره، بحيث اقول يا جماعه لو الكوره دي كانت جت كنا كسبنا، بس الكوره دي جت لي في الدقيقه 86 لما سواريز ضيع، اللي هو انت صباح الفل، اول كوره ضيعها بجد كانت كوره سواريز، الا بقى لو حسبت تسديده راكيتيتش. وبالمناسبه بقى عشان موضوع راكيتيتش ده، الموضوع بقى دم امه تقيل قوي يا جماعه، راكيتيتش وجوده في الملعب ما بيفرقش كتير قوي عن وجود الناس اللي قبله، ولسه قايلها لك كلهم شبه بعض، بس انت بقى بتلبس راكيتيتش كل حاجه بتحصل علشان خاطر مش ناسي راكيتيتش موضوع ان هو ما رضيش يخش في صفقه نيمار. ده ما قالوش اي علاقه النهارده ان راكيتيتش كان عامل شوط اول كويس جدا، يمكن احسن من فيدال وطبعا احسن من سيرجيو بوسكيتس، بس هقول لك ايه، مفيش حد عارف يعمل اي هجمه، كل الفكره بالنسبه لك انك بتشوف سيميدو بيجري ناحيه اليمين وهو فاضي ولا لا، رجلونه الراجل بيحب يهاجم فطول الوقت هتلاقيه سارح قدام نص الملعب. النهارده الراجل كان عامل فيه تغييرين، فرناندو لعب النهارده ما كانش بيلعب الماتش اللي فات، والراجل بصراحه يعني نجم من نجوم اللقاء، الراجل عامل مباراه ممتازه جدا. وكمان تغيير بانيجا دي عرفتني ان لا، لوبتيجي عنده شغل، لوبتيجي تكتيكيا مدرب بيعرف كويس قوي الفرقه اللي قدامه دي هيهاجمها ازاي. يمكن يكون ما توفقش في الريال، بس طبيعي بالنسبه لاي مدرب ان هو ينجح في حتت ويفشل في حتت. اما فكره ان انت تتكلم على مقارنات ما بين مدربين، لا، الموضوع بعيد جدا، الموضوع بعيد على مدرب بيدور على ان هو يكسب او على الاقل يفضل ضاغط برشلونه اغلب الوقت بلاعيبه هجوميين كتير بين مدرب تاني كل فكرته ان انا لا، بص بقى انا هعمل ايه؟ انا هاجي مغير مثلا كده واحط فيدال ناحيه الشمال واطلع مارتن بريس وايت يعني، وبعد كده بعديها بربع ساعه اكتشف ان الموضوع فاشل وفيدال مش عارف يلعب ناحيه الشمال، فاجي منزل انطوان جريزمان وارميه ناحيه الشمال، اللي هو يا صلاه النبي. طب بالنسبه بقى للهجمات اخر ربع ساعه والفرقتين متعادلين 0-0، برشلونه حرفيا كان بيتم التدوير على ليونيل ميسي علشان خاطر كله خايف يطلع باص من رجليه. طب منتظر ان انا اكسب بيهم دوري ازاي؟ هم الفرقه عندها رعشه وعندها رعب وهي بتلعب بره ملعبها كالعاده، برضو الشخصيه بتكون تايهه عنك، بس المره دي خلاص، المره دي فعلا برشلونه الجيل الحالي بيفرفر ومستني اي حد يقول الجيل ده شكرا جزيلا، محتاجين مستقبل بناس ولاعيبه تانية. انما بالوضع الحالي بتاعنا ده لا، ما تستغربش لو لقيت ان الماتشات الجايه بالنسبه لك صعبه جدا، ماتش زي ماتش بالباو زي ماتش اتلتيكو مدريد وطبعا ماتش سيلتا فيجو، الماتشات اللي جايه كلها بالنسبه لك قويه علشان خاطر انت ضعيف.
انما زمان لما انت كنت كوره بتعرف تخلص الدنيا، انما دلوقتي لا، انت بتلعب ماتش كامل قدام تشيبيليه مش عارف تضيع كوره، ومش ما فيش حد قادر ان هو يصنع فرص. الموضوع صعب جدا بالنسبه للكلام في برشلونه. قلت لك الفيديو اللي فات برشلونه غير ميسي، لو حبيت تقيم برشلونه على ان هي ليونيل ميسي هتلاقي ان هي عظيمه ومبدعه وقويه جدا علشان خاطر ميسي قوي، انما برشلونه كفريق من غير ميسي الموضوع صعب جدا. مش هقول لك كمان تير شتيجن الراجل بيحاول على قد ما يقدر ان هو يحمي مرماك، لما تير شتيجن معروف من سنتين ان هو وهو في الخط الخلفي وفي الخط الامامي موجود ميسي. افتكرت ان الكلام ده هيتغير مع تغيير المدربين، بس مع الاسف الشديد جابوا لنا مدرب سيء اسوأ من اللي كان قبله، بس الراجل كان بيحاول يعمل افكار وفشل. بس انا مش منتظر منه حاجه، لان الراجل كان بيدرب فرق تعبانه ففجاه مره واحده لقى نفسه بيدرب في التوب ليفل. حاجات كتير قوي في منظومه برشلونه كلها من نيله ستينيلا وكلها منظومه مشتته من كل حته. فلو فاهم ان احنا محتاجين دوري السنه دي علشان خاطر نبيض الموسم، فلا لا لا الموضوع اكبر بكتير قوي من موضوع دوري، الموضوع اكبر بكتير قوي من اداء سيء، الموضوع اكبر بكتير قوي ان مفيش خطط مستقبليه، الموضوع اكبر بكتير قوي انك بتلعب بس علشان خاطر رامي تقولك كله على ليونيل ميسي. طب بعد ميسي ما يبطل، لا الله يكون في عونك. طب زعلان انك اتعادلت قدام تشيبيليه، زعلان ان الاداء مهتز، طب ما انت بقالك 3 سنين الاداء زي الزفت، زعلان ان انت تساويت مع ريال مدريد وماتشاتك اللي جايه اقوى، ما تزعلش لان انت عارف ان ما بينك وبين نفسك كاي برشلوني واضح مع نفسه ان الفريق ده مش عايز تاخد اي حاجه السنه دي. مش هنضحك على بعض، الفرقه مالط والمدربين اللي بيجوا مالط والاداره سيئه جدا، فاحنا عايزين ناخد بطوله ليه؟ هنشتغل نفسنا ليه؟ هنضحك على نفسنا وخلاص؟ فرقتنا سيئه وسوقها ده ظهر النهارده على مدار ال 90 دقيقه، خلاص بقى مش هنشتغل نفسنا ندور على اي تجديدات في الفريق او نعمل للفريق عمره كله، انما هنقعد نتكلم على السيفيدال ده تمركزه وفيدال ناشب واستراكاتيتش لازم يمشي واصل ارسنال ما بياخدش فرص واصل بوسكيتس. طب ما الناس دي لما كانت موجوده برضو كان نص الملعب زي الزفت. مش عايزين نضحك على بعض، نص الملعب ضاع بقاله فتره طويله من بعد نيستا ما كبر ومن بعد تشافي ما بطل كوره. مش هنشتغل في بعض يا صديقي، عارف ان قلت لك كلام يزعلك بس انا زعلان اكتر منك، بس هي دي الحقيقه. لو مش عايز تصدقها روح بقى مع اي حد اقول لك اصل الاداء النهارده في سوء التوفيق اي حاجه. تنساش وانت رايح تعمل لايك او تعمل ديسلايك او حتى تقول لي رايك في الكومنتات يا صديقي، وهارد لك على خساره الصداره وخساره البطوله، وربنا يكون في عوننا ونكمل السنه دي على خير.